حمدت ربنا لان العربيه اصلا انا كنت جايباها لبنتي هايدي. كانت عربيه مطمع يعني؟ دي كانت زيرو لسه يعني حاجه موديل السنه. كانت الايام دي بقى بيثبتوا الستات ويجروهم من شعرهم وينزلوهم كانت العربيه. ايام صعبه. قلت الحمد لله العربيه راحت، قضى اخف من قضى يعني، انا كنت متوقعه اكتر من كده بس الحمد لله يعني. قدر ولطف. قدر ولطف. بس فسبتها بقى، فيقول لي اسالي، اقول لهم اسال ليه؟ وقت ما الحكومه هتلاقيها هتجيبها لي. فين تروح ايام وتيجي ايام؟ لا بس انت اكيد فقدتي خلاص الموضوع يعني، لما تعدي شهور وسنه خلاص الموضوع انتهى. لا 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 خلاص خلص، ده ست سنين. ست سنين بحالهم الا كام شهر كده صغيرين يعني. فلسه منزله بوست كانوا بيكرموني، فلقيت واحد داخل يكتب لي بتتكرمي وكمان عربيتك تلاقيها. فايه عربيتي الاقيها يعني؟ فقلت ماشي. دخلت له لا، لان انا عندي فانز كتير فما اعرفش، واحد دخل كتب حاجه وخلاص. فقمت داخله له على الخاص، قلت له يعني ايه حضرتك يعني ده قر عيني عينك ولا ايه؟ انا اتكرمت بس ايه لقيت عربيتي مش فاهمه يعني. قام بعت لي اللينك اللي نزل في الجرايد الخبر ان هم لقوا عربيتي مع حد. طب والله اول مره القر يجيب فايده. يعني لو كل يعني القر كده عمل فيكي خدمه والله كتر خيره. بس بقى فنزلت خبر وشكرت الناس اللي في المرور. طب ما يمكن خبر كاذب يعني، اتاكدت ازاي بقى؟ ما انت لازم تكوني اتصورتي معايا العربيه. اتصور، رحت قلت لهم لا اشوفها واتصور معاها لان بره البيت ست سنين يا عالم ايه اللي جرى لها. طب هما ما عرفوش وصلوا لك في الاسم يعني؟ لما لقوا العربيه ما وصلولكيش ليه؟ لان كان لسه الموضوع لسه سخن، لسه لاقيين العربيه ولسه بيبتدوا يحققوا. ولا بيرسلوكي على عنوان تاني؟ لا هو اصلا العنوان اتغير والتليفون اتغير. هو انت اسمك في الاوراق كده بدريه يعني؟ بدريه محمد طلبه. يعني ما بس على فكره ممكن برضو حد يتلخبط يعني، ما يبقاش متاكد انه دي هي اللي بتمثل، صح؟ هو ربنا الهمه كده. بس فكتبت بقى على الفيس وفرحت، لقيت هجوم بقى. عشان انت ممثله لاقولك عربيتك؟ طب دي بعد ست سنين، امال لو ما كنتش ممثله كان بعد 60 سنه. لا يعني هي صدفه حلوه. صدفه حلوه. هي صدفه حلوه وفرحه حلوه، حاجه فرحتني يعني.